أنا الجنت بالدنيا لاعب جولة والمرتبة الواصلها كنت الأولى. شو هسه طلعت عالم أتعس مني أتعلم وأدرس قمت من دولة. عمي سياسين كم غلباني عودان هتلر شو قشر ذبوني. وبوقتي لو من دولة عندي اثنين يمكن أدمر العالم بيومين. العالم هسه تدور طشة يفتح بس فيه الزب كرشة ولكم بابا الفن مهيج. الناس تحبها مو تطلع ناثر للكفشة. أنا بوقتي من طقيت ما كان أصلا انترنت. لا فيس ولا تكتك عندي أطلع صامت وإن حبيت. لا فيس ولا تكتك عندي أطلع صامت وإن حبيت. قول يا رشحك كي أبوق وزارتي فبغير حزبك لا أكون ثقيلا. الآن قوليها الآن قوليها ولا تترددي. ترى الفاسد دايم يصفقولا. تعينا لو رشحتني أمحو ذيولا أو أضيف ذيولا. لا تخجلوا مني فهذه فرصتي لأكون بين الفاسدين عميلا. أريد أنصحكم ركزوا علي لا تسخطون وقر شوي. أنا المني جيبون اسمي يعني النظرية النسبية شي سويتي في دي العالم قاعد يتدرس يومية. ما ظن واحد بيكم يقدر يوصلني ويتقارن بي. حاول تصنع شي وتغير واهتم بدروس الكلية وادرس اللي تحبه مو إلا تدخل هندسة أو طبية. أنا المستشار أنا اللي أنطي القرار. أنا اللي أسوي الخيال دق مواسم واحتفال. أنا جبت لكم رونالدو وجورجينا والجهال. صوتي للعالم وصل ينظر بي المثل حتى نيمار سيرته وما قبل. وليداتي أنا مودع خلاص. هاي نهايتي بعد خلاص. أريد منكم تصيرون قلب على قلب. وهذا عمكم تعتبرون أنا تعتبروني ما متت. هذا بمكاني زين؟ يا الله ودع ناخذ الورث. يا اخي يا سلموت حق بس الورث هم حق. اي والله يا ريت رجلي دا ينتظر الورث. اخوي العزيز ترى ذولا اشوفهم ذولاك الصغار اللي بعدهم يلعبون بالشارع. ها اريدك تخلي بالك عليهم. وانا 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 لا يا لا يا وليداتي نهايتي قربت خلاص. اريدكم تكونون قلب على قلب. ديروا بالكم على نفسكم. هذا الحكي حكيته قبل سنتين وما متت. طلع مغمى عليك. هو عمي مات وانت بعدك. لا لا هالمرة صدق. هالمرة صدق هاي نهايتي وراح اموت. وشكلك راح تورث يا الملعون. واخيرا راح اشتري بيت الرجلي. اهم شيء وليداتي من نموت مو تتعاركون على الورث. راح نتكاتل بس توكل. يلا وليداتي في مال الله في مال الله في مال الله.
لا الله يرحم الوالد. آخ 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 أنا هالمرة موات خلاص وليداتي، هالمرة أنا موات. ديروا بالكم على الورث. غير تموت، غير تموت، على مود ندير بالنا على الورث. يلا أودعكم على خير وليداتي. كل مرة تسوي بينا هيك تالي هيطلع مغمى عليك. لا هالمرة صدق، هالمرة أنا موات ما بيها مجال. يلا يا ريت ألحق أشتري البيت قبل ما رجلي يطلقني. يلا وليداتي في مال الله، في مال الله، في مال. يا بيه لا. بس 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 عسى يطلع ما ميت، بس لا تبكي. لا 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 هالمرة صدق، هالمرة أنا موات ما بيها مجال، المرض كلش دمرني. بابا والله مليت، حتى الورث بعد ما أريده. لا بنيتي شلون خل أموت على مود تشترين بيت الرجلج. يا رجلي رجلي مات والعشيرة ماتت. طبعا إذا كلكم تقعدون على هاي القنفة، وهاي القنفة فقر يا اللي يقعد عليها يموت، وانتي ما شاء الله جيتي وقعدتي دكليها. يلا في مال الله. ظل البيت المطيرة وطارت بيه فرد طيرة، ولو حتى مطيرة وموتها وما موت، بس يلا أهم شيء الواحد يتزوج وجدد شبابه. وشايش مقعدش على هاي القنفة؟ يا خسارة المظهر، يا خسارة المهر. أنا هم موات، البيت راح يبقى إليك إن شاء الله. حاج أنا إيدي بعد كلش، أنا رجال موات، أنت يكلي بالعافية إن شاء الله بالعافية. توقعتها والله ما دام قاعدة على هاي القنفة. المصيبة مو هنا، الحائط خلص، وين أخلي صورتك؟ نفسي استاذ، اني ام الطالبه سهى ساهي. استاذ شو عكفت وجهك يعني؟ طبعا طبعا سهى. اي سهى؟ سهى امورها داتشه حيل حيل داتشه. اعرف 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 ان هي ما راح تدخل بكالوريا، والطالبات كليه البنات اللي وياها درجاتهم اعلى من درجاتها. يا بنات تحكين صدق، البزازين اللي بالمدرسه جايبين درجات اعلى من عندها، عرفتهم؟ هاي سهى عقلها وين بالضبط؟ وين عقلها؟ يعني بنتي ما راح تدخل بكالوريا؟ ابدا. العداني بهيك حاله استاذ، يعني عذرا منك راح يعني ابطلها وازوجها. لا 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 شو تزوجها؟ زوجيها هاي البنت زوجيها، قلنا عقلها مشلون بس بعدها صغيره الله يخليك. قاعدي قاعدي انا ان شاء الله راح احاول يعني انه يعني اساعدها او شيء يعني. تحاول استاذ؟ اي طبعا احاول. ايش اسوي؟ لا عيوني لا، انا القى لها قسمه وازوجها. لا 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 شو الحكي هذا؟ شنو قسمه الله يخليك بعدها بنيه صغيره؟ شو الحكي هذا؟ استاذ يعني هي درجاتها يعني ها 5 10. لاني كراوي مو درجات. شنو هذا الله يخليك؟ يعني شطيك درجات؟ ايش اقدر اطيك درجات انا؟ في دول قلبك استاذي الله يخليك، يعني دخلي اياها بكالوريا. ترى البنيه هي فقيره كلش فقيره، وابوها يشتغل على باب الله، وانا ترى جداوه جداوه مال درجات. هاي جداوه الله يخليك. في دول قلبك هي اللي قالوا الوزاره معطيتنا دخول شامل الله يخليك، احنا نتوسل باللي يسوي الميسوى يعني. عذرا عذرا. اي لا مو احنا هم ما نقدر نطبب البكالوريا اللي يسوي ما يسوى، وهم عذرا. المهم بنتك بالرياضيات كل شيء ماكو منتهيه. بنتي منتي؟ لا 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 استاذ مستحيل هنا لو اوقف. تدري ليش؟ عمامها من يجون يزورونه ويريدون شاي راسا، بس بوعتهم هيك يعني بنظره ثاقبه راحت جابت السكران تشك 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 على عدل، لا سكان زايد ولا سكان ناقص. وش دخل الرياضيات بالقوري؟ ما لها علاقه هاي الرياضيات، هذا شاي ما... بعدين يحتاج لها مسجد يمكن 10 درجات مسجد. استاذ مو اكو قرار 10 درجات في دول قلبك. اي صح قرار. لا انا اسف صح، اذا عد ممكن تدخل ان شاء الله قرار، بس قولي لي بالفيزياء شلون؟ الفيزياء مزفته بنتك كل شيء ماكو.
بالفيزياء؟ بالفيزياء. لا مستحيل، اصلا هي من تدري تلعب ويا اخوانها، واحد يشيل على يد اليمنى، واحد يشيل على يد اليسرى، وثالثه تخلي على راسها، ورابع الدندله، فتوين قلبك؟ ما شاء الله بتغلبت حتى نيوتن ما شاء الله، عود ليش ما طببوها يعني بكالوريا بالفيزياء؟ شو القضيه؟ شو لها علاقه؟ شو لها علاقه تلعب اخوانها وما ادري شنو؟ ما لها علاقه، هاي شيء وهاي شيء، بعدين هي ما ايش قد يحتاج لها يعني. على كيفك استاذ ترى هنا درجتين وتدخل بكالوريا. سوها محتاجينها درجتين بالفيزياء؟ اي محتاج 30 درجه، عيني خاف ما تدرين 30. اه 30 درجه. اي 30. استاذ خلينا نحكيها بالمناقشة. شوف المدرس قال لي اعطيك 10 درجات وانت من جوا العبايفه 5 درجات والقرار 10 ونلملمها بيناتنا. هاي طابه سلفه ما طابه بكالوريا، شنو 10 ب 10 ب 10؟ بعدين تعال هي يا قرار 10 يا مو قبل شويه انطيناها القرار بالرياضيات انه حتى بالفيزياء فد قلبك وش عليها الفيزياء بالرياضيات. اوه هاي ما فا يابا العشر درجات مو بكل مادة، لا لا هي 10 درجات تتوزع على كل المواد. هو عساس مطيها من جيب الخلفك، شعليك انت 10 هنا و10 هنا صدق كذا؟ ماكو هذا الموجود تقديم مع تقديم كيف هذا هو. هاي هي؟ هاي هي. هذا قرارك الأخير؟ هذا قراري. لا عد عيوني أنا أقوم أزوجها وخلاص. لا 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 خليش صغيرة شو تزوجيها؟ الله يخليش، هسه نحاول نلقى فد حلمة، بس تعالي خليني أقول لك شغلة، هي بالإسلامية كل شيء ماكو. بالإسلامية؟ إي بالإسلامية. يا كل صلاة بوقتها هسه، مستحيل يشهد علي الله. صلاة بوقتها ايش دخلها؟ ايش دخل الصلاة بوقتها؟ ما لها علاقة، الصلاة بوقتها غير عن المادة، هاي مادة لازم تنحفظ وتنقري وبعدين تجاوب عنها بالامتحان، الصلاة والصوم بوحد والمادة بوحد، افتهمتي؟ وحتى بال اوكي خلاص مشيناك يا بالإسلامية، قولي لي العربي شلون؟ مصيبة العربي مصيبة، بنتك تعرفين ايش قد جايبة بالعربي؟ ايش قد؟ 4 تحت الصفر. 4 تحت الصفر. 4 تحت الصفر. ليش وين بروسيا مثلا انت تدرس عربي؟ ما لي علاقه هي هاي فيديش لو ما فيديش هذا اخر شيء عندي بعد ما اقدر اساعدها. لا 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 هنا انا وكافي عيوني لا عاد اقوم ازوجها ان شاء الله والقص قعدي 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 جاي تروين ذراعنا بالبنيه. لا تبكين لا تبكين يا عيني لا تبكين فهمني شلون ما تدخل بنتي بكالوريا الله يخليك استاذ. ما يصير يا عيني ما يصير هسه وقت كان قلت لك روحي زوجيها وانا ادري بيت هسه راح تزوجيها لاي واحد يدق الباب وتزوجيها منه لو واحد اكبر منها لو واحد بعمرها وهي صغيرونه يعني بالحالتين الله يستر وتالي ما تالي تجي مطلقه وش راح تقولين؟ الله يلعن الزمن والقسمه والنصيب وطبعا ما راح تجيبين روحك بالطاري انت تزوجتيها لا لا البنيه ما عندها قسمه يا بدي صبري على البنيه شويه الله يخليك بنيه صغيره لا عد انت دخلها بكالوريا اوكي اوكي يعني راح ادخلها بكالوريا بس تعاي هسه حليناها كلها بس مقت بس الاحياء هي ترى الاحياء مو زينه يعني. لا ما شاء الله هي عايشه صحتها شويه تحسس بالصدر بس صحتها بوم وش دخل هاي بهاي الاحياء ما لها علاقه هي عايشه اشتي تحكين انت اقول لك قومي زوجيها قومي 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 قوم. مو قلنا لكم لو الوزاره مطيه دخول شامل ما ظلينا نتوسل باليسوى والما يسوى ومو عذرا نرحب بكم بحلقة جديدة واليوم راح نتكلم عن الازدحامات في العراق الازدحامات نقمة هذا البلد أستاذ تقدر تنطينا معلومة عن كم عدد السيارات في العراق؟ بقد الموبايلات إيه بقد الموبايلات هسه مو كل واحد عنده موبايل كل واحد عنده سيارة واللي عنده موبايلين تلقى عنده سيارتين الطب نوباتك وبيوت الطب لها بها 4 نفرات وعندهم 6 سيارات شو القضية؟ جاي يصير إنه حتى النسوان قبل الله هاديهن الوحدة سيارتها صول لو ريو لو كيو كيو هسه اذا مو فور ويل ما تصعد شو القضية هاي طبعا ضيم والضيم الثالث ياهو ضيم المسؤولين يمشي ورا يمشي معرض سيارات كلها حمايات ما يصير هيك يا عيني والله فتشي ابدا ما يصير يعني افهم من كلامك انه المشكله الاولى هو زياده عدد السيارات اي ما حتى بيوتنا بها ازدحام قبل حجله وحده الاطفال كلهم يتوارثوها يا اللي كبر يطيها لورا هسه ما شاء الله كل طفل عنده 5 حجلات يكسرهن قبل أذكر هي اللعبة مال سيارة ماكو هاي هي نفس اللعبة يتوارثوها من أخ الأخو هسه ما شاء الله صارت الطفل يشتري اللعبة بالمول يكسرها بالمول حتى ما يجيبها للبيت صار أكو إفراط الواحد ما يشبع صار قبل بيت كله بسيارة واحدة هسه 20 سيارة فإحنا جاي نعلم منهم صغار إنه كسر وذيب كسر وذيب فشو ما تيدي يصير عندنا ازدحام بالشارع يا عيني شلون برأيك شنو سبب السيارات الهوائل بالشارع؟ لأن العراق جيبوا طبب جيبوا طبب شكو مصنع يصنع برا جيبوا طبب بس بالعراق العراق ياخذ كل شيء وهذا النوب كلهم بيض السيارات كلهم بيض الطب للمعارض بس سيارات بيض يا با هاي المعارض بغير دول ألوان ما شافتها عينك احنا بالعراق كله بيض يا با ليش كلهم بيض يك والله ينصبغ بسرعة والله مرغوب بالبيع والله ما يتوصل 5 شنو القضية شنو زولية عبالك موس بابا هاي سيارة لازم إلها الوان لا كلها بيض تمشي بالشارع تلقاهم كلهم بيض وياها شنو وياها
السيارات الصفر تاكسي وما شاء الله العراق هواي بيته كاسي، وتنزل للشارع تلقاه بس بياض وصفار، عبالك بيض عيون مو شارع. فعلا فعلا، يعني حتى الفيضانات والزلازل اللي تصير بغير دول يجيبون سياراتهم هنا. يا ابوي على هذا الموضوع الفيضانات والزلازل يطلعون نوباتك ودوله صار بيها فيضان ها عيني، ويطلعون السيارات ترقص هيك بالفيضان، ترقص ترقص هيك، سيارة لازمة سيارة ويركسون شوبي ما شاء الله. وين نوديهن جماعتنا هنا بالعراق؟ هنا 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 يجيبون. زلزال صار بدولة واحتاروا بالسيارات، السيارات حتى فقرات صار بيهن من الزلزال. احتارون بيهن، وين نوديهن ربعنا؟ هنا 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 جابوهن، والعراق جيبوا طبوب جيبوا طبوب جيبوا طبوب. أكيد تجيد الشارع ما ينملي، أكيد ينملي يا عيني. والحل؟ الحل يكون مثلا العالم كله ما يصير بيه زلازل. ولا فيضانات ولا شيء ها عيني، والمعامل يكون يعزلوهن. يعني أنا أقول لك الحل يكون يصير بالعالم يلا العراق يتقل عدد السيارات البي هي هاي. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم بحلقة جديدة إن شاء الله. بس أقول لك على شغلة، أنا جني 10 سيارات يعني طالعات من بركان بالبرازيل، جيب لك وحيدة يعني سيارة وطالعة من بركان أكيد صايرة جمر، شو سوي بيها؟ هسا إذا ما فادتك تمشي بيها سويها نرجيلة، كل شيء يمشي بهالبلد شبيك تبغى نحكي. يلا انزلي شدي ظهرك. ايوه مرحبا كابتن زفير. اهلا وسهلا، شلونك؟ هلا هلا، اهلا وسهلا. جينا اليوم نسجل بالجيم. ايه اهلا وسهلا فيكم، احنا نريد نضعف. ايه خلص راح اعطيكم تمارين قويه كثير. ايه بس كون كلش كلش قويه حتى نضعف بسرعه. ايه اكيد، وكمان راح اعطيكم نظام غذائي دايت. خربنا. اي خدتك تمنا نظام غذائي بس شويه داريني. هلا انتوا لا تاكلوا هم، انتوا المهم التزموا وبتشوفوا خلال شهرين راح تخسروا كل وزنكم. شهرين؟ شهرين خير شو في؟ مو احنا عندنا مناسبة صديقتنا ونريد نضعف. واشترينا بدلات قياس سمول وتورطنا بيهن. يعني خلال 10 ايام نريد نفوت بهذني الفساتي. لا 9 ايام لان ذني بدلات الحنة مو العرس. ايه خلص لا تاكلوا هم، ان شاء الله انتم بس تلتزموا بتشوفوا وزنكم عم ينزل كل يوم على الميزان. لا ماكو ميزان، هذا هو الميزان. وبعدين انت مبين عليش تقدرين تسوين تسوين المستحيل. شو وين رفيقتك؟ خلصت ركض وراحت تقيس الفستان. اي فستان؟ كابتن خلصت تمرين الركض والحد الان ما يجي على قدي. على قدك؟ شو وين رفيقتك؟ كمان راح تقيس الفستان؟ اي والله مو منطقي هذا الشيء. كابتن احنا على شنو جايين لعد؟ كابتن 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 الحمد لله وحدة من رجلي راجي طبت بالفستان، ما بقى شيء على الحفلة شدي حيلك ويانا. يا سلام شنو هذا الحكي؟ كنتوا روحوا قصوا معدة فرد مرة لشو جاية الجيم؟ كابتن مو ما عدنا وقت، احنا كان رحنا قصينا معدة بس ما يبين، ما بقى شيء على الحفلة. قلتولي. اقول ليش خلينا نروح صالون في. لا روح صالون ضي. لا في احسن ترى. لا ضي احسن يا معوده، ضي ما تعرف تصبغ وهاي ما تعرف تمكيج. شو رايكم تتمرنوا وتتركوا في وضي بحاله؟ كابتن ترى تعبنا من التمرين. يوه واني باكر هماتين ما اقدر اجي كلش تشنجت. ايوه وكيف بدكم تضعفوا؟ بثمان ايام مش مو شوي كانوا 9 ايام. اي شنو يعني تريدين نجي بيوم الحفله؟ انا ادري. ايوه معكم حق ولا ايه؟ لا ما بصير. متنا؟ تعبتنا؟ شو هات؟ همبرجر؟ نعشون عين نموت من الجوع؟ ايوه والدايت والنظام الغذائي اللي عاملين وين راح؟ من باكر من باكر نبدي بيه، بس كابتن انا متاكده الفساتين راح تكون كلش انيقه. قلت لي كلش انيقه الفساتين. كابتن فستاني طويل، اريد تمارين ما طول حتى يطلع حلو. ايه شو نفع الاناقه والفساتين اذا العقل في اعاقه؟ تفضل تفضل. اوه ها
هذا حفيدي المستقبلي، ترى تعبنا كلش. حبيبي جدو، حبيبي تسمع مني، مو انت حبيبي، انت الضلع ما ينشلع. شنو؟ شنو اللغة الغريبة هاي؟ اي الضلع ما ينشلع. شنو الضلع ما ينشلع هذا؟ لا مو ما تعرفوها، مو اللهجة العراقية ما تغيرت، بعد ماكو هاي لهجتكم، طبعا للأسف هي انقرضت، بس يعني شوية تغير، بعد تعرف الزمن وهذا وتغيرت يعني. جدو اسمعني، أنا ترى ما لا مال استثمار، ايه؟ ولا مال سيارات، ايه؟ ولا مال قطع أراضي، ايه؟ ولا مال هاي السوالف كلها. اي أنت بس مال سليمة مكفشة. لا ابني اسمعني، ابني أنا عندي مقترح هواي راح يعجبك. من هسه اقول لك المقترح مالتك فشل، والدليل انه انا جيت لك فقر اصلا. اسمعني يا ابني، انا راح ادخل معترك السياسي. زين ما اختاريت. الله يخليك حبيبي. حلو. لا حلو، هذا اقتراح بس ها خليك حذر، دير بالك. شنو؟ ايه دير بالك، ويا ما راح اطب بالسياسة. اذا راح احاكي سليمة ام كفشة تحاكي لي السياسيين القريبين من العائلة المالكة واصير وياهم. سليمة ام كفشة جابعة سياسي، عموما اوكي بس الغي الفكرة احسن. ليش ابني؟ الغي الفكرة. اي ليش؟ مو انت ما تدري ايش صار بعدين. شنو صار؟ صارت ثورة على العائلة المالكة والناس تذبحت ودم بالشوارع صار، خاف انه بتصير وياهم ويقتلونك، ولا ابوي يجي للدنيا ولا انا انولد، عمي دخليك قاعد اسكت احسن. زين ابني فهمني، منو اجوا ورا العائلة المالكة؟ وراهم اجوا جماعة عبد الكريم قاسم. اذا مع عبد الكريم قاسم. اذا انا حاكي سليمة ام كفشة تحاكي لجماعة عبد الكريم قاسم. اي متوي على المالكة جابها على جماعة عبد الكريم قاسم. وتعرفهم؟ ها هن ذني من قبل حكمان ما شاء الله عليهم. طبعا حتى اللي عندنا بنفس الحالة مكنكات ويا الكل. عموما عيني الفكرة غلط، ولا تروح يا جماعة عبد الكريم قاسم. ليش ابني؟ مو انت ما تدري ايش صار بعدين، هم صارت عليها ثورة، خاف انهم هم يقتلونك وانت وياه، وتاليها لا ابوي يجي للدنيا ولا انا انولد. إيه؟ زين منو جو وراء عبد الكريم قاسم؟ إيه جو وراء جماعة عبد السلام عارف. إذا مع عبد السلام عارف. إذا حاكي سليمة أم كفشة تحاكي لجماعة عبد السلام عارف. ما شاء الله مكنكة ويا الكل سليمة أم كفشة، عرفك من عبد السلام عارف. ليش ابن؟ مو ما تدري بعدين هم ما صفت إله، وراء إجا عبد الرحمن عارف. إذا مع عبد الرحمن عارف. إذا حاكي سليمة أم كفشة تحاكي لجماعة عبد الرحمن عارف. ما شاء الله ملحق عليهم كلهم، عيني ما يفيدك السالفة هم عوفة. ليش؟ لأنه هم ما دامت لعبد الرحمن عارف. وراها إجوا وحكموا البعثيين. إذا ما بيها إذا كلش. هس كل إذا ما تدرون، مو صارت بعدين سالفة طويلة عريضة. فعوفة أقول لك عوفك من سالفة السياسة كلها، لأن كلها ما شاء الله صايرة إعدامات وذبح وبالشوارع تكتل، وهذا درب السياسة عندنا بالعراق، واحد ينقلب على الثاني، واحد يقتل الثاني، واحد يعدم الثاني، وكلها شنق صايرة. عوفوا هاي السالفة، ارجع على سليمة وكفشة أحسن له. قدور أفندي، مدام صار بيها دم وكتل ومكاتل، أنا أفكر خل عوف سالفة معترك السياسة. هو أنا عرفتك فارغ من البداية. لا لا أنا سالفة معترك السياسة والكراسي الفارهة هاي ما تهمني. أنا من ورايح راح أكون ويا الشعب. وأكون معارض ضد الحكومة. نعم جدك ثائر وأبوك ثائر، وأكيد أنت راح تكون ثائر حبيبي. يعوفني من هاي السالفة الله يخليك، هو الظاهر صدق الظاهر صاير ثائر وأنا طلعت عليه. مو طلعنا طلعنا وثرنا وتالي متالي قمعونا. منو؟ لا دولة سالفتهم طويلة طويلة حيل طويلة حيل حيل. خويا قدور أفندي، نعم. امشينا يا سليمة مكفشة أحسن أفضل. لا سياسة ولا قطع أراضي ولا حسوة. أموت وشوف سليمة مكفشة هاي والله أموت وليش أموت وشوفها، أروح وراهم وشوفها. تعال تعال خلنا نشوف هاي، هاي اللي ضاع عليها الورث بس أرد أشوفها يا ربي. أنا الجنت بالدنيا لاعب جولة، والمرتبة الواصلها كنت الأولى. شو هسه طلعت عالم أتعس مني، أتعلم وأدرس قمت من دولة. عمي سياسينكم غلباني، عود أنا هتلر شو قشر ذبوني. وبوقتي لو من دولة عندي اثنين يمكن أدمر العالم بيومين. العالم هسه تدور طشة يفتح بس فيه الزب كرشة، ولكم بابا الفن مهيج. انت شبيه وانت شبيه، قدم فن الناس تحبه مو تطلع ناثر للكفشة. انا بوقتي من طقيت ما جال اصلا انترنيت، لا فيس ولا تكتك عندي اطلع صامت وان حبيت. لا فيس ولا تكتك عندي اطلع صامت وان حبيت. قول يا رش حكى كي أبوك وزارتي، فبغير حزبك لا أكون ثقيلة. الآن قوليها، الآن قوليها،
عينك لو رشحتني أمحو ذيولا أو أضيف ذيولا لا تخجلوا مني فهذه فرصتي لأكون بين الفاسدين عميلا أريد أنصحكم ركزوا علي لا تسختون وقر شوي أنا المني جيبون اسمي يعني النظرية النسبية سويتي في دي العالم قاعد يتدرس يوميا ما ظن واحد بيكم يقدر يوصلني ويتقارن بي حاول تصنع شي وتغير واهتم بدروس الكلية وادرس اللي تحبه مو إلا تدخل هندسة وطبية أنا المستشار أنا اللي أنطي القرار أنا اللي أسوي الخيال دق مواسم واحتفال أنا جبت لكم رونالدو وجورجينا والجهال صوتي للعالم وصل ينظر بي المثل حتى نيمار أنا جبته وميسي رتا ومال